لو مليت من المونتاج التقليدي وعايز تنقل الفيديو بتاعك في حتة تانية خالص، فالفيديو ده ليك. فتابع الفيديو للآخر عشان هقولك على أسرار كتير مش هتلاقيهم في أي حتة تانية. ويلا بينا. طيب واحدة واحدة كده هنتعلم خطوة بخطوة كل ترانزيشن هنعمله في الفيديو ده. طيب مبدئيا كده احنا هنتعلم النهارده 3 انتقالات بإفكتات، مش مجرد سلايد او زوم ان او زوم اوت، هينقلوا شغلك في حته تانية خالص. وبمناسبه الزوم انا كنت عامل فيديو شرح عنه ازاي تعمل زوم، هتلاقيه في الاي هنا او خش على القناه هتلاقيه اول فيديو. وخلي بالك كل ترانزيشن في الفيديو ده هيكون من غير اي بلوجنز او اي اضافات، وكمان مش هتفرق جهازك قوي او ضعيف، هيشتغل على اي نسخه انت بتمنتج عليها حتى لو نسخه قديمه. فخلينا على طول نخش في اول ترانزيشن. طيب عشان تعمل ترانزيشن اللي انت لسه شايفه دوت، قدامك طريقين. الطريق الاول وهو انك هتحط الافكت على الفيديو مباشر على طول، لا اما هتحطه على ادجستمنت لاير. طيب ايه هي الادجستمنت لاير اصلا؟ عشان تجيبها هتيجي في المربع اللي انت شغال فيه دوت او بتجيب منه الفيديوهات، وهتدوس كليك يمين وتيجي عند النيو ايتم وتختار ادجستمنت لاير. دي الاعداد بتاعته، وشوف انت عايز تعمل ايه، مثلا 60 فريم اوكي. هتبدا تسحبه على الفيديو بتاعك. ايه بقى الادجستمنت لاير ده او ايه فايدته؟ لو انت دلوقتي عملت ترانزيشن على المقطع ده بس معاك كذا مقطع تاني عايز تعمل عليه نفس الترانزيشن، اكيد مش هتسحب الافكت هتحطه على كل فيديو ومن اول وجديد هتبدا تظبط اعداداته تاني. ده هياخد وقت كتير جدا معاك في المونتاج. انما انت لو حطيت الافكت بتاعك على الادجستمنت لاير ده، بمجرد بس انك تسحب الادجستمنت لاير ده على اي فيديو تاني هتلاقي الافكت محطوط عليه. طيب تطبيق سريع كده، هنجيب اي فلتر ونحطه على الادجستمنت لاير. طيب احنا حطينا الفلتر ده دلوقتي وايا كان، يعني احنا بس بنجرب او بفهمك. طبعا ده الفيديو من غير الفلتر وده بالادجستمنت لاير، يعني انت لو خفيت بس الادجستمنت لاير هتلاقي الافكت اتشال. طيب انت بقى مش هتخش على الافكتات وتبدا تحط على الفيديو تاني وهكذا، لا انت بس مجرد هتدوس على الت من الكيبورد بتاعك وتبدا تسحب الادجستمنت لاير دي هنا كده، هتلاقي الادجستمنت لاير اتكررت. فلو جيت هنا هتلاقي الافكت اتنقل لوحده تاني، حتى هنا مثلا الحته دي ما فيهاش مثلا ادجستمنت لاير، بص الفرق وهكذا. فالطريقه الاسرع عليك انك تعمل الافكتات او اي انتقاله او اي افكت عامه وانت شغال، اعمله على ادجستمنت لاير عشان لو هتستخدمه تاني هيبقى اسهل ليك. خلينا نبدا بقى في الفيديو على طول. زي ما انت شايف دلوقتي في مقطع اول ومقطع تاني، بالظبط كده هيكون الترانزيشن. الترانزيشن برضه هيكون مقطع اول وبرضه مقطع تاني. وعشان تعمل ترانزيشن ويكون مظبوط معاك، لازم اول جزء من الترانزيشن هيكون عكسه الجزء التاني. طيب لو انت مش فاهم خلينا نخش في التطبيق العملي. دلوقتي معانا الادجستمنت لاير دي ومعانا الفيديوهين دول. عشان نعمل الترانزيشن هتيجي على النص كده مكان ما الفيديوهين متقسمين وتبدا تقسم دي كمان. دلوقتي بقى معاك جزء اول وجزء تاني. زي ما قلنا الجزء الاول هيكون عكس الجزء التاني. عشان تنفذ النتيجه اللي انا وريتها لك هتروح على افكتات وتكتب في البحث لينس، هيبدا يظهر لك الافكت ده. هتبدا تسحبه على الادجستمنت لاير دي وكمان الادجستمنت لاير دي. تبدا بقى تيجي على اول جزء فيه ونكبر المنطقه دي عشان دي اللي هنشتغل فيها دلوقتي. اول ما تحط الافكت هيتضاف هنا عندك بالاعدادات دي، كله هيبقى صفر. طبعا الاعدادات دي لو غيرتها هيبدا يغير لك في شكل الافكت، شوف ايه اللي يناسبك واعمله. بس انا اللي هيهمني اول اعداد ده. طيب اول اعداد ده بيعمل ايه؟ هو اللي بيتحكم في السحبه بتاعه الترانزيشن ذات نفسها. فاحنا طبعا عايزين مثلا الترانزيشن هيكون عامل كده، يعني هيبقى ثابت كده وبعد كده يبدا يعمل كده. هتشوف الترانزيشن بتاعك انت عايزه مثلا يتعمل في مده قد ايه. فانا مثلا عايزه يبدا من هنا، هبدا احط كي فريم او هاجي عند الساعه دي وهبدا ادوس عليها، هيبدا يحط لي كي فريم هنا. هسحب السهم ده كده وهبدا اروح على اخر الفيديو وهبدا اضيف كي فريم كمان. الكي فريم الاخير دوت هو اللي هنعمل فيه الايفكت. وانت واقف على اخر كي فريم اللي انت عملتها في الاخر هتيجي على الرقم ده وتبدا تقلله كده. طبعا كل ما زادت القيمه الايفكت بيتعمل اكتر. فانا مثلا شايف ان هو مناسب ليه 80 مثلا، هنعملها سالب 80، هيبقى بالشكل ده معايا. طبعا زي ما انت شايف بطيء ومش سلس، او مش هيبقى شكله مميز، مش هيبقى شكله حلو. فنبدا نكبر المنطقه دي تاني. هتبدا تختار الاثنين كي فريم كده وتيجي على اي واحده فيهم هتدوس كليك يمين وتختار دي. طيب دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل لك الايز ان والايز اوت بس في واحده، يعني مره واحده. بعد كده هتبدا تيجي على السهم ده وتفتحه، يبدا يفتح لك الاعداد ده كده. فاحنا هنسحب الخط ده كده، هنسحبه هنخليه بطيء بعد كده سريع. ده بيعمل ايه؟ ده بيتحكم في سرعه الايفكت، انت هتعمل الايفكت بسرعه ازاي. احنا عايزينه مثلا يكون بطيء بعد كده سريع في الاخر، فدي هتكون النتيجه. خلينا نبعد ده عشان تشوف احسن. دلوقتي احنا عملنا اول جزء، تاني جزء لازم يكون عكسه عشان الترانزيشن اصلا يتعمل. فكل حاجه احنا عملناها هنا هنعملها هنا عكسها. فهنبدا نكبر المنطقه دي، ومثلا عايز الايفكت يتعمل من هنا، فابدا اجي برده على اول اختيار واحط كي فريم.
واجي على اول الفيديو بقى مش اخر الفيديو، على اول الفيديو واحط كي فريم جديده. طيب في الناحيه دي احنا عملنا دي كي فريم الاولى كانت صفر والثانيه كانت سالب 80، لا احنا هنعمل هنا العكس، هتيجي عند دي هنعملها سالب 80 وتبدا تخلي دي صفر، ونفس الكلام هتختار الاثنين كي فريم وتدوس كليك يمين وتختار دي، بعد كده هتيجي على السهم هنا، بس هنا بقى هتعمل برضو العكس، هناك واحنا عملناها بطيئه بعد كده سريعه، لا احنا هنخليها العكس، هنخليها سريعه بعد كده بطيئه. فهنبدا نسحب دي، المره اللي فاتت احنا سحبنا الناحيه دي، هنبدا نسحب الناحيه دي، نبدا نسحبها بالشكل ده، فكده هتبقى سريعه بعد كده بطيئه بس، وهيكون كده الافكت معاك. وزي ما فهمتك في اول الشرح، لو انت بقى عايز تخليه هنا برضو هتبدا تسحب دي، تاخدهم الاثنين كده، تبدا تدوس على الت وتسحبهم، وتخلي المنتصف بتاعهم برضو في منتصف الفيديوهين التانيين، يعني دي هتخليها كده ودي هتخليها كده، هتبدا تشغل كده هتلاقي الافكت اتنقل معاك هنا عادي. طيب عشان تبدا تنفذ الافكت دوت تبدا برضو تسحب ادجستمنت لاير كده وتمدها بطول الفيديوهين وتبدا تقسمها في النص، تبدا تبحث عن افكت جازيان بلور هيبقى معاك بالشكل ده، هتبدا تسحبه على الفيديوهين، اول ما تضيف الافكت هيظهر معاك بالشكل ده، اول برضو اعداد هو اللي متحكم في الافكت، هتحدد مده الانيميشن بتاعتك مثلا عايزها تبدا من هنا وتنتهي هنا، فابدا اكبر المكان ده واجي على الساعه هنا ادوس عليها اعمل لي كي فريم، هاجي على اخر الفيديو خالص وهبدا احط الكي فريم بتاعتي، اشوف مثلا ايه الكم المعين اللي هيبقى مناسب معايا، مثلا هبدا اكبر كده، انا شايف كده مثلا كده مناسبه، او مثلا اخليها بالظبط 100، دي هتكون نتيجته. فطبعا برضو انا عايز يكون سريع، فابدا احدد الاثنين كي فريم دول وابدا اختار ديت وافتح السهم واخليها بطيئه بعد كده سريعه، هتكون بالنتيجه دي. طبعا انا شايف انها طويله شويه، هبدا اختار دي بس وامدها قدامها كده، تمام كده مناسبه، هاجي هنا وهنقل كل حاجه عكسها، هبدا احط كي فريم هنا وهخليها صفر، واجي هعمل هنا احط كي فريم جديده واخليها 100 زي الثانيه، وابدا اختار الاثنين واعملهم ايز ان وايز اوت وافتح السهم، بعد كده اخليها سريعه بعد كده بطيئه، وبس دي هتكون النتيجه. مثلا انت شايف ان الحدة بتاعتها قليلة، مثلا تعالى هنا، مثلا انت عايز تزود القيمة دي زودها تاني، مثلا انا هخليها 200، وهاجي هنا برضو نفس الكلام، هاجي على الكي فريم الاخيرة هخليها 200، هتبقى دي شكلها. الافكت التالت ده عشان تعمله هتبدأ تبحث عن افكت اسمه VR Glow، هيبدأ يظهر معاك هنا اهوت، تبدأ تسحبه على الاثنين ادجستمنت لاير. طيب الايفكت ده او الاعدادات دي او الاعداد هو المتحكم في الجلو، يعني هو اللي بيخلي الجلو يظهر او الاضاءه زي ما انت شايف كده، فمثلا انت عايز الاضاءه تبقى مفيش خالص بعد كده تبقى موجوده في اخر الفيديو هنا صفر مفيش اي اضاءه، بعد كده في اخر اول جزء من الفيديو تبدا تزيد، فتبدا تكبر هنا وتحط كي فريم، تبدا تيجي في الاخر تحط كمان كي فريم وتقلل الكم بتاع دي، هيبقى معاك بالشكل ده. كده احنا عملنا اول مرحله. تاني مرحله، هل انت اصلا عايز الالوان متشبعه ولا لا؟ ده كله بقى يعني اللي جاي كله برغبتك انت، انت ممكن تسيب الافكت كده وتعمله زي ما احنا عملنا في الافكتات اللي فاتت، هتنقل بس دي وتحطها هنا، انت مثلا شايفها بيضه قوي انت عايزها تخليها كده مثلا، او مثلا عايز تخليها بيضه خالص بقى، فالاعداد اللي اسمه جلو ساتوريشن هو ده اللي بيتحكم في الحاجه دي. فخلي بالك وانت بتعمل كي فريم جديده او في اي حاجه من الاعدادات دي لازم تعمل الكي فريم على نفس الاماكن بتاعت الكي فريم اللي انت عملتها. طب مبدئيا دي اسمها كي فريم تمام، عشان لو حد تايه مني. طب عايز توصل لها وتقف عليها بالظبط، واكيد مش هتفضل ماسك الماوس تيجي هنا بعد كده تيجي هنا وهكذا، لا انت عندك سهمين اهو، ده هيجيب لك اول كي فريم وده هيجيب لك تاني كي فريم. طيب احنا عايزين مثلا نحط كي فريم هنا هنخليها صفر، وتاني كي فريم هنخليها اعلى حاجه هيبقى بالشكل ده. انا مثلا شايف انها لو بقت العكس هتبقى احسن، يعني لو بقت صفرة بعد كده بقت بيضة هتبقى احسن في الترانزيشن، فزي ما انا عملت دلوقتي كده انت هتعمل، يعني انت هتشوف ايه اللي يناسب الافكت بتاعك زي ما انت شايف كده او ايه المناسب ليك وهتعمله، المهم انك تطلع الافكت صح. الشكل ده بيبقى اختياري ليك مش ارقام انت مجبر تاخدها كوبي بيست. فدلوقتي مثلا انا هعكس، يعني دي صفر انا هخليها، لا انا هخليها اعلى حاجه، والتانيه دي اعلى حاجه فانا هخليها صفر،
فيبقى شكلها كده. فانا شايف انها كده هتبقى شكلها اسلس واحسن بكتير. طيب برضو انت جيت هنا ويعني في ملامح لسه باينه، ترانزيشن ممكن ما يبقاش احسن حاجه، فهتيجي هنا على الجلو برايتنس، لو عليتها طبعا ما فيش اي حاجه هتبان من الفيديو، فبالتالي احنا عايزينها تكون صفر، بعد كده تعلى لاخر حاجه. فنبدأ نرجع تاني للكي فريمز، تيجي على اول كي فريم هتخليها مثلا، هتبدأ تدوس على الساعه هنا عشان تعمل كي فريم ليها، تخليها صفر، بعد كده في الاخر خالص هتعليها على اعلى حاجه، فيبقى معاك الترانزيشن بالشكل ده. طبعا زي ما انت شايف احنا ما عملناش الخطوه بتاعه الكي فريم، هي اللي هتخلي الايفكت سريع. تبدأ تختار كل الكي فريم، كليك يمين تختار ديت، يبدأ يعمل لك كلهم كده. تبدأ تفتح السهم بتاع اول واحده وهتخليها بطيئه، بعد كده سريعه، وهكذا. تقفل السهم ده، تفتح السهم التاني هتخليها برضو بطيئة، بعد كده سريعة، وهكذا في التالتة بطيئة بعد كده سريعة، هيكون بالشكل ده. عايزين بقى ننقل كل اللي احنا عملناه هنا العكس. فانا عندي ليك حل كويس جدا عشان تعكس وما تتعبش او ما تاخدش منك وقت. تبدأ تكبر المنطقة دي وتحدد كل الكي فريم، دوس على كليك يمين وكوبي او كنترول سي من الكبار، هتبدأ تيجي على الافكت التاني او المنطقة التانية هتكبرها وتبدأ تدوس بيست او كنترول في، ابدا ينقل لك الاثنين دول كده. كل اللي انت هتعمله ان هنا القيم كلها صفر، هنا القيم كلها اتعملت، فاحنا زي ما احنا قلنا بنعكسها. فانت هتخلي اليمين شمال، تبدا تحدد عليهم كده وتبدا تنقلهم هنا في الاول، وتقرب دول كده عشان الايفكت يكون سريع شويه، وبس دي هتكون النتيجه. طبعا بقى ممكن تدمج اصلا اتنين ترانزيشن من درس النهارده، تدمجهم في بعض، يعني مثلا تاخد البلور اللي احنا عملناه هنا ده مثلا، هتحدد الاثنين دول، تدوس الت تبدا تسحبهم هنا وتبص عليها، زي ما انت شايف كده في بلور بيتعمل اهوت، بعد كده الجلو. وعادي جدا ممكن تعمل ثلاثة ترانزيشن اللي عملناهم النهارده مع بعض وهيكون ده شكلهم. طيب انت مثلا دلوقتي انا شايف ان الابيض ده زياده جدا، ممكن نقلله شويه مثلا، انا شايف ان الرقم ده كده مناسب بالنسبه لي، وابدا اجي على الناحيه الثانيه هعمل برضو نفس اللي انا عملته، هبدا احط الرقم ده وابص على النتيجه كده. الايفكت اتعمل وبرضو في ملامح لسه باينه، يعني الشاشه ما بيضتش خالص، فاهمني؟ لو الجهاز بدا يعلق معاك وانت بتشغل الفيديو كده عشان تشوف الايفكتات، شوف الفيديو اللي هيظهر لك في الاي دلوقتي انا حليت لك المشكله دي فيه. بس ده كان شرح النهارده، اتمنى تكون استفدت منه، وبكده نكون عملنا ترانزيشن احترافي كامل حرفيا بدون اي بلجنز او اي اضافات. الفكره كلها بس انك تستغل الافكتات والادوات البسيطه اللي موجوده جوه البرنامج. استنى رايك في التعليقات، ايه احسن ترانزيشن انت شفته في فيديو النهارده؟ ولو حابين اعمل سلسله كامله عن ترانزيشن مختلفه اكتبوا لي في الكومنتات. فلو الفيديو عجبك ما تنساش دعمك ليا بلايك وشير وسبسكرايب، وبس كده، سلام.